السلام عليكم. احنا النهاردة في الريف الاوروبي بنصور ارض فدان وربع. فدان وربع متصورة كامل، فيها فيلا تحت على الطوب الاحمر، فيها حمام سباحة، فيها غرف زي غرف كاملة بالخدمات بتاعتها كلها، حمام ومطبخ كله. وهنا غرفة الحارس برضو بالحمام والمطبخ، في غرفة تانية جنبها. دول كده من على الوش واحنا داخلين. في غرف رجال وسيدات تغيير الملابس وحمام، وده حمام السباحة، وده مخزن. اللي على الشمال ده مخزن، واللي على اليمين ده زاوية مسجد يعني للصلاة، وده البرجولة شاليه صغير على حمام السباحة. دي الفيلا، نخش نشوف التقسيمة بتاعتها دلوقتي. تقسيمتها ممتازة، فدان وربع الريف الأوروبي، عقد ملك نهائي، خلص الثمن معلهاش جنيه هيجي. احنا كده داخلين من التراس ده، كده الريسبشن، الريسبشن معانا. هنا هيبقى المطبخ، وده حمام الضيوف، وهنا دي غرفة، ده حمام، ودي غرفة ماستر، ده الحمام بتاعها، ودي الدريسنج روم، ودي الغرفة. ودي الغرفة الثالثة. يبقى كده الدور الأرضي فيه ثلاث غرف نوم، منهم واحدة ماستر حمام ودريسنج، وفي حمام مشترك للأوضتين، في حمام للضيوف، في مطبخ وريسبشن يشيل قطعتين، وتراس خارجي. احنا كده طالعين الدور الاول. دي غرفة برضو ماستر، غرفة ماستر بالحمام بالدريسنج بتاعها، ده دريسنج كبير، وده الحمام بتاعها، حمام كبير برضو، ده غالبا الليفينج. ايوه ده الليفينج بتراس خارجي على الارض. ودي غرفة نوم، وده الحمام المشترك، ودي غرفة تانية ماستر وحمام ودريسنج ونوم، ودي الأوضة التالتة زي تحت بالظبط، نفس تقسيم التحت بس زايدة. هنا الغرفة دي الكبيرة بالدريسنج والحمام بتاعها، وده الليفينج روم ممتد لهنا. نطلع دلوقتي على الروف نبص على الأرض. هنا في غرفة برضو، غرفة كبيرة
الحمام وده دريسنج، ده دريسنج ودي الغرفة. يبقى كده معانا فوق غرفة كبيرة ماستر، وهنا احنا على الروف. فيها زراعات مختلفة، مانجا ومشمش وبرتقال، وفي تكعيبة عنب هناك في الوش. مزرعة جميلة، سعرها مميز جدا، فدان وربع. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ودايما ما تنسوش الاشتراك في القناة لو فيديوهاتنا بتعجبكم، علشان نقدر نفعل معاكم خدمات المشتركين دي، بتوصل للمشتركين بس. فياريت ما تنسوش الاشتراك معانا لو الفيديوهات بتعجبكم. والسلام عليكم.